ميلود بختي، رئيس مصلحة الاستغلال بالوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة. شرفنا اليوم باش نكونوا معكم باش نشرحوا للمواطنين الوجديين على كيفاش غادي يكون التوزيع نهار العيد إن شاء الله. لهذا أنا من هذا المنبر نطمنوا الساكنة بأن الماء متواجد إن شاء الله وبوفرة، ولهذا احنا عندنا استعدادات قبلية اللي كنديروها دائما قبل العيد ونهار العيد وبعد العيد، والوكالة دائما متواجدة 24 ساعة على 24 ساعة من أجل إرضاء الزبناء وباش نكونوا في المستوى ويكون التزويد ان شاء الله في احسن حله والمواطنين يعيدوا في ظروف جيده ويكون الماء متوفر. من بين الاجراءات اللي كتقوم بها الوكاله قبل العيد كاين مجموعه ديال الاجراءات، من بينها اننا كنديروا واحد مجموعه ديال الاجتماعات مع المتدخلين المعنيين بالامر، وخص بالذكر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وكذلك المكتب الوطني للكهرباء ووكاله حوض ملويه، باش يكون التوفير ديال هذا الماء في نهار العيد ونهار قبل العيد ومور العيد بواحد الكميات كبيره اللي تقدر تحقق لنا التزويد ديال المدينه في ظروف جيده، وكذلك باش ما يكونوش اشكال على مستوى المكتب الوطني للكهرباء باش ما يكونوش انقطاعات اللي كتاثرنا على التزويد على الانتاج ديال الوكاله، وكذلك الاشغال المتعلقه بوضع القنوات او تجديد القنوات باش ما يوقعش واحد الانكسارات على مستوى الشركات اللي كتكون خدامه في عين المكان. كذلك الوكاله كتقوم تنقية ديال مجموعة ديال التجهيزات الإدروليكية والصيانة ديالها باش تكون واجدة في نهار العيد باش إن شاء الله تلبي الحاجيات ديال المواطنين. كذلك أن بالنسبة لنا كنحاولوا ما يمكن نوفر واحد النسبة ديال التخزين مهمة على مستوى الخزانات ديال الوكالة وعلى مستوى الخزانات ديال المكتب الوطني للماء الصحي للشرب اللي كتوصل السعة ديال 110,000 متر مكعب، وهذه النسبة جد مهمة كتمكننا باش نقدوا نفوتوا ديك الوقيتة ديال الذروة اللي كتكون نهار العيد إن شاء الله ما بين 11 حتى الوحدة. ومن هذا المنبر كنطلب من المواطنين باش يضامنوا في نهار العيد باش يدوز العيد في ظروف جيده، لان ما يمكنناش نطلعوا الضغط لواحد المستوى عالي واخا حنا كنطلعوا الضغط لمستوى عالي لاستهلاك المفرط والذروه نتاع الاستهلاك كتخلي الضغط كيكون منخفض في المناطق المرتفعه في هذه الوقيته ديال الذروه. لهذا من هذا المنبر نطلب من المواطنين في ديك الوقيته ديال الذروه الانسان يعمر واحد السطل ديال الماء ولا باش يغسل الذبيحه ديالو ويخلي الماء لواحد اخر باش يكون الماء للجميع ونقدروا نوفروا الماء للجميع. بالنسبه لنهار العيد عندنا فرق تقنيه اللي كتكون متواجده 24 ساعه على 24 ساعه وكنزيدوا ندعموها نهار العيد ونهار قبل العيد ونهار مول العيد باش تكون التدخلات سريعه ويكون اليقظه وكتكون اليقظه مرتفعه، ولهذا كنكون واحد المجموعه ديال الاطر كيكونوا اون بيرمانونس 24 ساعه على 24 ساعه اللي كيسهروا على السير العادي ديال التزويد ديال المدينه بالماء الصحيح للشرب. بالنسبه للقناه ديال مسرح المادي القناه تجددت 100% والحمد لله احنا استطعنا باش نقدروا نوصلوا لواحد القدره ديال الانتاج من السد تصل الى 650 لتر في الثانيه، وهاد النسبه ديال الصبيب نسبه جد مهمه تمكننا باش نقدروا نمتصوا هذاك الضغط اللي كيكون عندنا في الشبكه نهار العيد. كتلاحظوا هنايا نهار العيد كنكونوا متواجدين بالقاعه المختصه لهذا التحكم عن بعد بالنسبه للقاعه نتاع المعلومات اللي باش نتبعوا النسبه ديال الملء ديال الخزانات. كما كتشوفوا هنا راه عندنا النسبه ديال الطبيب اللي كيخرج من الخزان، كذلك عندنا المستوى ديال الماء في الخزان هو المستوى 3.99 وهذا 3.85. دونك هذا التتبع كيمكننا باش نكون عندنا واحد العين في الشبكه احنا متبعين بها شبكه يوم العيد، وكيكون التدخل كل سريع وفعال. زينب طالوش عن مكتب التواصل. بمناسبة عيد الأضحى المبارك كنقوموا بواحد الاستعدادات قبل العيد كنصحوا فيها الساكنة الوجدية باش أنها ما تضيعش الماء وتستهلكوا بواحد الطريقة عقلانية. اولا دوك الناس اللي كيحجروا الماء لافاي ديال العيد انهم يحيدوا منهم هذه القاعده بلا ما يعمروا الماء، راه ان شاء الله الوكاله راها مأطره ولي ريزيرفوار راهم عامرين وكلشي راه مزيان، والوكاله كتقوم بنشر منشورات عبر المواقع التواصل الاجتماعي في الصفحات الرسميه كتوجه فيها الساكنه انها كيفاش
تقتصد على استهبال الماء، وأيضا ما ترميوش المخلفات الأضاحي في قنوات الصرف الصحي باش إن شاء الله نعيدوا في أحسن الظروف وما يكون حتى شي مشكل. وعيد مبارك سعيد.